لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومقطع جديد من سلسلة زيوت نباتات عجيبة الاستعمال. ونباتنا لليوم شجرة الباركنسونيا، باركنسونيا كيليطا، شوك الفرس، الدردكسية، باركنسونيا الحادة، الرطمة. تنتمي شجرة الباركنسونيا إلى الفصيلة البقولية. وصف هذا النبات هي عبارة عن شجرة شوكية معمرة متساقطة الأوراق، قد يصل ارتفاعها إلى حوالي 10 أمتار. أوراقها مركبة ثنائية لونها أخضر فاتح وأزهارها صفراء فاقع لونها، وهذا يضفي عليها جمالا أخادا، ويضعها ضمن أحد أشجار الزينة، بالإضافة لكونها من الأشجار دائمة الخضرة، وهي كذلك من الأشجار التي تستخدم كمصدات للرياح وكسياج. كما أن ساق هذه الشجر خضراء وكثيرة التفرع وملساء. أوراق مميزة الشكل يتراوح طولها بين 20 سنتيمتر حتى 30 سنتيمتر. الأزهار تنمو على شكل عناقيد موشحة باللون الأحمر الخفيف عطرية الرائحة، وتنمو بغزارات فتكسب الشجر منظرا جميلا جدا. الثمار قرنية الشكل، رفيعة طولها 10 سنتيمتر، وعند نضجها تتحول للون البني. البذور بنية اللون ذات قشرة شديدة الصلابة. موطن هذه الشجرة أمريكا الجنوبية، الأرجنتين والأوروغواي وباراغواي والبرازيل وبوليفيا وبيرو وإكوادور، أمريكا بنما شمالا إلى جنوب الولايات المتحدة. كما تزرع على نطاق واسع في بلداننا العربية، خصوصا في الولديان الجافة أو كسياج للمزارع. الباركنسونيا مفيدة جدا للروماتيزم. موسمها شجر دائمة الخضرة، الإزهار مع بداية فصل الصيف. الخواص: طعمها مر حار يابس ورائحتها عطرية. الجواهر فعالة في هذا النبات: الأوراق تحتوي على حمض الهيدروسيانيك وهو حمض سام، بينما البذور نيئة ومطبوخة تجفف البذور الناضجة. البذور غنية بالبروتين، تحتوي على حوالي 21% بروتين و 62% كربوهيدرات و 8% دهون، ويمكن استخدامها كغذاء الإنسان، حيث أن البذور المجففة والبودرة لديها معدل هضم 76% وقد تصل إلى 85% عند طهيها، وهذا أعلى من العديد من البقوليات التي يتم تناولها بشكل شائع، باعتبار أن الباركنسونيا من الفصيلة البقولية. كما تحتوي البذور على عوامل مضادة للتغذية بما في ذلك مثبطات تيربيسين والفيونولات والقلويدات والهيماجلوتين، ولكنها لا توجد بتركيزات عالية بما يكفي لتشكل مشكلة غذائية كبيرة. هذه العوامل المضادة للتغذية قابلة للذوبان في المحاليل الملحية، ويمكن إزالتها عن طريق النقع أو أثناء الطهي. كما أن اللب داخل البذور له نكهة حلوة تحتوي على ما يصل إلى 60% من السكريات. على الاستخدامات الطبية لنبات باركنسونيا عقار، وأشدد كعقار لانقسامات الخلايا، كما يستعمل للملاريا وارتفاع الحمى وكذلك للروماتيزم. محظورات هذا النبات: أوراق النبات سامة، يجب استخدامها تحت إشراف مختص. كيفية زراعة شجرة الباركنسونيا: تزرع بالبذور بعد خدشها بدون إضرار بالجنين أو نقعها في الماء الساخن لمدة 24 ساعة، وأفضل موعد هو شهر مارس إلى شهر أغسطس. كما تزرع بالعقل الساقية في بداية الربيع بعد غمس العقل في هرمون تجدير. كما أن شجرة الباركنسونيا قدرة على تحمل بيئات صلبة، كما يمكن زراعتها في جميع أنواع التربة، وتتحمل إلى درجة حرارة 50 مئوية وإلى درجة برودة 10 مئوية، وتتحمل الجفاف والعطش وتتحمل ملوحة التربة، لكنها لا تتحمل الأدخنة والغبار. كما أن معدل نموها سريعا جدا، كما أن لا تحتاج لرعاية كبيرة، فقط المداومة بالري والتسميد مرتين سنويا، ويمكن تلقيم الشجرة والتحكم في شكلها. عمر الشجرة المتوسط 30 سنة فقط. كما أن لشجر الباركنسونيا فوائد عديدة، حيث تستخدم كسياج لمزارع مصدات للرياح، كما تثبت التربة وتمنعها من الانجراف. كما أن أوراقها علف ممتاز للحيوانات، كما أن أخشابها تستخدم كوقود تدفئة وتنتج منه أجود أنواع الفحم، كما أنها ذات قيمة جمالية مرتفعة. وندخل مباشرة في استخداماتها الطبية وكيفية انتفاع بها كعلاج. تؤخذ الأوراق والبذور الجذور وتطبق خارجيا بعد تجفيفها، وذلك عن طريق نقع ملعقة كبيرة في ماء غالي لمدة 20 دقيقة لعلاج الحمى والتوهج والملاريا. كما يتم تطبيق عملية استخراج الأزهار والأوراق الكحول لعلاج الروماتيزم، ويمكن استبدال الكحول بزيت حامل كزيت السمسم أو زيت اللوز أو زيت الزيتون، وذلك عن طريق نقع الأوراق والبذور والجذور لمدة 20 يوما في مكان مظلم مع الرجل يوميا. كما يمكن استخدام مغطس للأرجل لعلاج داء الفيل عن طريق وضع الأرجل في ماء مغلى فيه 4 ملاعق من الأوراق والجذور والبذور، ووضع الأرجل فيها لما يقارب 20 دقيقة يوميا لمدة 15 يوما، حيث تساهم في تنشيط الدورة الدموية وامتصاص الأمراض
الأملاح في الأرجل. كما يمكن الاستفادة من شجر الباركنسونيا في مساعدة نحل العسل على البقاء في البيئة تفتقر لغطاء نباتي طبيعي، البيئات الجافة والحارة، حيث يمكن لمنتجي عسل النحل المحلي في الموسم الربيعي أن ينقلوا مناحلهم إلى مناطق تكثر فيها زراعة شجر الباركنسونيا، حيث أن كثافة هذه الأشجار عالية جدا، فهي تستحق أن تزرع بقرب المناحل، حيث تعطي المناطق ظلا وجمالا، وهي من النباتات المزهرة التي تتحمل المناطق القاحلة وتنمو بقوة فيها، حيث أن هذه الشجرة لا تدرج كأعشاب ضارة، بل تتم الموافقة عليها من قبل الدول والحكومات لزراعتها لمنافع كبيرة كظل أو كخشب أو كخشب فحم أو كعلف للمواشي أو كعلاج كما سبق الإشارة إلى ذلك. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، ولا تنسونا من خالص دعائكم، ولا تنسوا الإعجاب بالمقطع والاشتراك في القناة دعما وتشجيعا لنا للاستمرار في نشر ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.